واحد وانا واقف فكرت جاي اعمل الحاجه عز ولا بتاعت مالي بعد كيف انتوا توقعوا. هذا يا جماعة الناس كلها نازلة، اللي بيقول الشط مقفول وفي أمن وشرطة وكمان هينزلوا غواصين ينزلوا البحر. عادي الناس كلها نزلت البحر ولا في. بصوا أهو ده بقى اللي هم بيقولوا الشط مقفول، ده اللي بيقولوا يستاهلوا. يعني إذا والناس كلها نزلت تحت اهي، يعني مش عايزة حاجة خالص. ادي الناس اهي اللي بيقول لك امن ومش امن ومن عين نزل الغواصين. ادي الناس كلها نزلت وشط مقفول وشط مقفول، بس شالوا اللوحه وعشان تبقوا عارفين اهي، والناس كلها نزلت البحر.